كاين هاد الناتشوز هادو اللي فيهم تخفيضات منقصين في الثمن، اللي كان اللي كي هكذا كيكونوا فيهم واحد المذاق ويكونوا كيرافقوهم مع كنصرفقوهم هكذا مع الصلصات. كذلك هنايا هاد الصلصة هادي اللي كتكون مخلطة فيها مزيج بين يعني انواع ديال الفلافل صفار، وكذلك فيها طوماطي وفيها البصلة، كذلك فيها حتى القرعة خضراء، فيها حتى هي وفيها حتى كما كتشوفوا. غادي نمشيو نبقاو في هاد البلاصه هادي، كاين هاد المواد الغذائيه، كاين هنايا هاد صلصه فريتو حتى هي فيها يعني دوبل اكس اس جوج اكس ال، فيها كما كتشوفوا فيها 6 كاخه، فيها 6 ومنقصين حتى هي في الثمن. كما كتشوفوا كانت 2 أورو 78، دابا 2 أورو 29 سنتيم. كذلك بالنسبه للسكر في 2 كيلو يعني دوس اكس ال حتى هو منقصين في الثمن. انا غنوريكم الثمن شحال كان، كان 2 أورو 70 ودابا 2 أورو 49. المهم جينا هنايا في بلايص في كاينه الشوكولات، بالنسبه للناس العشاق ديال الشوكولات اللي ما كيقدروش يستغناو على الشوكولات، فمن الاحسن البنات بقاو تاخذوا الشوكولات اللي كيكون فيه هكذا، فيه اوفرتا، فيه 85 ديال الكاكاو، ما كيكونش يعني يكونش يعني كيزيد في الوزن وكيكون صحي اكثر، كل ما كيكون فيه يعني كاكاو اكثر كيكون من الاحسن. كذلك بالنسبه لهذا حتى هو عاملين فيه التخفيض، هذا كيكون هذا ماشي بحال اخر، هذا فيه 50% اللي وريتكم هذاك فيه 85، وكاين حتى ديال 70، هذا كيكون فيه ماده ديال الكاكاو بزاف، كيكون فيه واحد المذاق غزال رائع، شنو كيكون يعني شويه مر يعني شويه، كاين هذاك اللي كيكون فيه 74. المهم غادي نشارك معكم دابا الشوكولات، بالنسبه للشوكولات ديال الحلوى ان شاء الله، دابا قرب العيد ان شاء الله غادي نعدلوا الحليوات، فإلا بغيتو الحلوى تجيكم لذيذه خليونا من داك الشوكولات اللي كنشريوها من عند الجزار اللي كيكون في حد المغرب، هذاك يعني عادي. اما الا بغيتو الحلوى تجيكم لذيذه فيها واحد المذاق خطير، واخا تكون الحلوى فيها غير الزبده، فيها غير الطحين وما تعملوا فيها حتى شي حاجه، غير الزبده والطحين عي في حال الشكل ديال، ولا غير البيضات، غير الحلوى ديال البيضات اللي عملتو لها الشوكولات كتجي لذيذه، تقول ما نعرفش شنو في الحلوى. هذا احسن انا الشوكولات صراحه كيعجبني، ما كنضيف له لا زيت لا حتى شي حاجه، خليوه ما تضيفولوش الزيت، حتى ضيفت له الزيت ما غاديش يقصح. كذلك بالنسبه للشوكولات الاسود ديال الحلوى، فكنعدل انا هذا فيه 52% ديال الكاكاو، المذاق ديالو خطير غزال، شنو شويه مر يعني ماشي بحال اخر حلو. انا شخصيا انا كنهضر على راسي، انا كيعجبني هذا النوع، هذا ما كيعجبونيش ديك الانواع اللي كنشري يعني حلوين بزاف ما فيهم لا مذاق ديال الشوكولات لا والو، غير حلاوه بلا فايده. هذا كتحس براسك كتاكل حلوى ديال الشوكولات الا عملتي فيها الشوكولات، فكيبقى كل واحد والذوق ديالو. فانا كناخذ هذا البيض وكناخذ كذلك بالنسبه للكحل. البنات كان دائما كانوا كيجيبوا هنايا في الليدر كيجيبوا واحد النوع ديال الكيكس، المهم الشوكولات كيكون كوكو، كيكون كوكو وكيكون بحال حلوى الكوكو اللي كنعدلوا هاد النيسلي وكنعملوا فيها الشوكولات، كانت كتكون هنا، ولكن ما عرفتش شحال هادي ما جابوها فيه، ما كنجي نبغي ناخذها ما كنلقاهاش، ما بقاوش كيجيبوها، كانت كتحمقني ديك النوع، كانوا كيجيبوا هذا الكراميل وكانوا كيجيبوا الكوكو، الكوكو كتكون فيها الشوكولات. ديك الحلوى اصلا كتعجبني كنعملها، ولكن كنشها كنبغي ناخذها، ولكن كنلقى ما بقيتش كنلقاها مره. كذلك كاين هاد النوع ديال الشوكولات اللي فيغان حتى هو، بالنسبه للناس اللي كيطبخ الحاجه اللي كتكون فيغان، الناس ما كيبغوش الحاجه اللي كتكون فيها. المهم كذلك كاين هنايا هاد ميصانيه حتى هي مناقصين لا الثمن، ميصانيه مزيونه هكذا كتهدن هكذا، ما كتبغيو ترتاحوا كتهدن شويه الاعصاب، مزيانه حتى المصيرنات الا كانوا كيحرقوكم الكريشه ديالكم، مزيانه حتى للعيال، فكما كتشوفوا كتعمل 57 سنتيم. كذلك كاين هنايا هاد النوع ديال الاتاي فيه الياسمين، وكاين هاد النوع هذا اللي فيه يعني كما كتشوفوا فيه مخلط، كيكون مخلط. المهم هاد الانواع ديال الشاي صراحه مزيونين، حاجه وحده اللي بغيتو تستافدوا يعني المنافع ديالهم، ما تضيفولهمش السكر، حيت ضروري حنايا عارفين واحد القاعده اتاي كنعملو فيها السكر، ولكن الانواع اللي فحال هاد الشكل ما تعملوش فيهم السكر، شربوهم بوحديتهم اولا حليهم بالعسل الا كانش كيعجبكم داكشي مسوس. بالنسبه لهذا النعنع، الى كتديو كتخليه واحد حتى في الدار الساعه لا شيتيش نهار اتاي وما جبرتيش النعنع، فكتعملي واحد شاصتي اولا جوج، كتعمل احسن من جوج، كيتلقوا ريحه النعنع فحال اللي عملتي اتاي بالنعنع، ماشي فحال ولكن المهم كي شويه. كذلك كاين هاد ميصانيه هادي اللي فيها عاوتاني مينطا، هادي مزيونه بزاف هكذا ريلاكساسيون، الواحد مثلا كتبغي تكلمه كتبغي تسترخى،
فكتشرب هذا النوع ديال الشاي وكيراخي، كاينه كيهدن بحال نقولوا حنا كيهدن الاعصاب، فكذا في الليل بغيت تشرب كتبغي ترتاح، فهاد النوع يعني لي شخصيات ديال ذاتي كيكونوا مزيونين. المهم بالنسبه لهاد هادي واحد، كانت واحد خصصتني مره اخرى كنت صورتها معها في ميركادونا، هاد كره ديال الكاباليو، هادي ماشي البنات كتنقص في الوزن حيت كاينه اخوات كياخذوا الامور يعني المهم ما كيكونوش عارفين، يمكن هادي كتنقص المز الزائد في الجسم ديالنا، السوائل كتنقصنا السوائل في الجسم ديالنا، ماشي كتضعف، هادي ما كتضعف ما والو، فقط كتزولنا السوائل من الجسم ديالنا لا غير. اما باش تقول زعما تنقص في الوزن، لا ما كتنقصش في الوزن، كتزولنا السوائل او كتنقصنا السوائل من الجسم ديالنا. كما كتشوفوا كاين هاد الكاكاو هذا اللي فيه زيرو سكر، كيما 3.19 كان يعني 3.39 نقصي له الثمن. بالنسبه للكاكاو اللي احسن كاكاو كيعجبني كناخذو من ميركادونا، وكناخذو حتى من ليدل، ولكن غالبا رجعت كناخذو من ليدل، كيجيني من ليدل واخا بقى واحد المده طويله ما كيتكورش في حاجه ديال ميركادونا، كيتكور دغيا كي يعني كيبرد دغيا. المهم هاد القهوه باقيين عاملين فيها تخفيضات، كذلك هادي حتى هي عملوا فيها هاد جولد، هادي حتى هي عملوا فيها التخفيضات كما كتشوفوا 6 الاورو، هذه يعني مهم معروفة أنها ماركة كتكون دائما غالية وكتكون مزيونة. دابا بغيت نشارك معكم واحد الحاجة حمقتني أنا، ديتها كنت السبت هاد بقلاوة. المهم أنا كنت أنا فيما كيجيبو كدا بقلاوة كنبغي ناخذ مقيس يعني، المهم في هاديك السقاطة كتعجبني السقاطة وكيعجبني نجرب الحاجة، فكنت كناخذ الدي مره ما كتعجبنيش بارده، ديك الورقه بارده كنت سباق لي عجبوها انا في اللي درو خديتها، وهذه بالحق اول مره غيجيبوا هذا النوع، هذا فيها بيستاتشو فيها اللوز فيها الكركاع، قلت المهم نتوكل على الله ونديها، شهادتني معاكم تصيموا ديتها وعرفت كيفاش مقرمشه يا البنات كتحمق ولدي غزاله. المهم انا عجبتني بزاف، مادام كنشكرها بهذه الطريقه والله تعجبتني، حمقتني فنه، كتستاهل الثمن ديالها، وكتاكل عي جوج وكتشبع ومزيونه يعني، مذاق فيها خطير، وديك القرماشه واعره فيها بحال تقول يلاه جهزتوها دابا عندك مره ماشي بارده ديك الورقه ديالها. المهم كاينه هادو مزيونين بزاف، كنقدروا نعمرهم باي حاجه، نعمرهم بالحلو نعمرهم بالمالح، كيجيو جاهزين يعني كنشريوهم وكنبقاو نعمروهم هكذا، كنزينو فيهم الطبيله ديالنا الا كانت عندنا شي فيستا، ولا اذا عندنا شي طبيله هكذا سبيسيال فكنجي. المهم كتجي كذلك هادو عاوتاني مزيونين حتى هما. المهم هادو ماشي الثمن ديالهم، الثمن ديالهم كيكونوا فوقي كيكونوا رخاصين، كيكونوا اورو 49 فيهم يعني بزاف كتعمروهم. كاين عندنا واحد عاوتاني، المهم هادو صراحه مزيونين يعني، هادو كيكون عندكم شي حفله في العيد فيستا عيد ميلاد هكذا كيتذوقوا بهم، كتجي الطبيله صراحه مزيونه. المهم جاهزين بلا ما تبقى تحمق راسك توجدهم، فكيجيو جاهزين كيجيو مزيونين، كتعمرهم غير بالجبنه ولا بالتون، المهم سوليمي ولا المهم. بغيت نشارك معكم هاد الملح ديال هيلا مايا، معروفه غنيه يعني التعريف، كاين الناس اللي ما كيعرفوهاش، احسن ملح على وجه الارض، فيها بزاف ديال المعادن وفيها الصحه ديالنا. فالمهم بحثوا على الملح ديال هيلا مايا وغتعرفوني على من كهضر، الا قدرتوا يعني فلو كان في الاطاعه ديالكم انكم تغيروا الملح العادي يعني كنستعملوها دائما بهادي، فغيكون احسن واحسن واحسن مليون الف مره، لانها سبحان الله فيها عديد من المزايا سبحان الله صحيا للجسم ديالنا. ملح ديال هيلا مايا والثمن ديالها كتعمل اورو 49. شوفوا هاد النوع ديال الزيت ديال هادي زيت الزيتون يعني فيرخين اكسترا، عجبتني غير هاد الرديمه مزيونه وفيها واحد العشبه ديال زيت الزيتون. كذلك كما كتشوف هنا كاين هنايا بحال واحد الشكل ديال الصلصه ديال البصله، الله اعلم كيفاش عامله، عمري ما جربتها غير شفتها وبغيت نشاركها معكم الصلصه ديال البصله. المهم كاينه بزاف ديال الحاجات اللي حنايا ما كنقدروش اننا نشريهم اولا نستعملوهم، اصلا ما كنكونوش عارفين يعني شنو هو فين غنقدروا نستعملوهم، فما كنزعموش عليهم، ولكن شحال من مره ان الحاجه هكذا كنلا قريتها ولقيت فيها يعني ما فيها حتى شي مكونات خايبين فكنبغي نجرب. الانسان الا ما شرا شي حاجه وجربها فما عمره غيعرف ان ديك الحاجه مزيانه ولا خايبه. كذلك كما كتشوفوا هنايا هادو جابوهم ولكن جابوهم بيغان يعني طبيعيين كما كتشوفوا. المهم العشاق هذا النوع ديال الفيديوس، انا صراحه المهم بين قوسين ما عنديش معاهم تسمى، ولكن كاين الناس اللي كيحماقوا عليهم، كيكونوا فيهم الصلصه ديالهم كيكونوا فيهم كل شيء، كتديهم وداغيه
كيكونوا جعماك جاهزين. بالنسبة للكوكو كيما كتشوفوا بقى غير واحد هنايا نديه انا يبقى غير واخا عندي والله تا عندي، ولكن دابا مؤخر عليا، دابا غيجي العيد داكشي، فغادي نحتاج ضروري غنحتاج كوكو، فنخدم اللي دير فهو كيجي مزيون ديالو مزيون. المهم مؤخرا دخلوا هادو، خلي هذيك اللي صورت معاكم مره اخرى داكشي ديال الحلويات وتزيين الحلويات، هادو يلا دابا عاد جابوهم هادو ديك ستيتو وين عرفتو كيعجبوني هكذا نعملهم فوق مادلين، كيعطي واحد المنظر مزيون. كذلك بالنسبه لهادو ديك فحال الشوكه ديال الشوكولات كيبقى يدوب هكذا فوق مادلين كيجي مزيون، كيفكرني يعني بديك الشوكولات ديال الطفوله اللي كنا كنشريوهم شحال هادي كنا صغارين في المغرب، كان الامهات ديالنا كيعدلوا لنا مادلين في العيد وكانوا كيعملوا لنا ديك الشوكولات فوق منه كيبقى يدوب، كان كيحمقني. المهم سبحان الله الحاجه ديال الطفوله شحال كتبقى سبحان الله عزيزه في الذاكره ديالنا. كذلك كاين هنا الالوان يعني ديال ملونات ديال المطبخ اللي كنزينو بهم كنلونو بهم. هادو بالنسبه للنوع ديال واحد الكيكات اللي يكونوا جاهزين، يعني الطريقه ديال الاستعمال ديالهم كيكونوا مور الكرتونه يعني مور الكاخه، كيفاش كتقدر تستعمل. وسبق لي استعملت هاد النوع ديال الكيك، الصراحه كيصدق خصوصا الناس اللي ما كتصدق لهمش الكيكه وما كطلعش، هذه كتطلع يعني كتصدق كتطلع مفشفشه كتجي واعره. يعني انا كنعاد الكريمه عاده كنعدلها في الدار، يعني ما عمري ما كنعتمد على هذا الشكل، غير انا كان قلت لكم النوع اللي كيعجبني نجرب ناخذ الحاجه ونجربها، فهما مزيونين هذا النوع هذو كيطلعوا. كاين هذا النوع ديال اروما ديال دي فاينيا، النكهه ديال الفاينيا فيها 4 ديال الرديمات، الروح ديال الفاينيا تمر كثيره وكتكون كتلقى واحد الرائحه رائعه. كذلك كان كاين التخفيضات في الكركاع كما كتشوف، كان 5 اورو 47 ودابا تقريبا 4 اورو في 500 غرام. كذلك كاين هنايا هاد الناتور ما محمرين ما محمسين ما حتى حاجه، هادو هما فروت ستيكوس اللي نقدروا نستافدوا منهم صحيا، ما فيهم لا ملحه ما محمرين ما محمسين ما والو، الناتور هادوك ملي يكونوا مزيان ديك اللي تعي 4 الحبات في النهار راه شي حاجه اللي مهمه بزاف. هادو مخلطين فيهم كاجو فيهم لوز فيهم البندق مخلطين حتى هما فيهم 500 غرام. كذلك بالنسبه للوز حتى هذا السوبر ديال اللوز، يعني ماركه اللي ماركه واحد بحال نقولوا ديال اللوز، الثمن حتى هو ناقصين حتى هو كيعمل فيه 500 غرام، يعني الثمن ديالو 500 غرام. كما كتشوفوا اللي دخلت الجديد بالنسبه للكراميل، حيت هاد ما عندهمش عاده ما كيكونوش عندهم حرز الله، دابا كاينه فيستات وما عارفين كيدخلوا دائما في المناسبات كيجيبوا حاجه بحال هذا، ما عرفتش علاش ما كيخليهمش دائما، ولو انه بعد الحشد بداو كيخليوهم دائما. كاين داك هذه الفريسه البنات، انا قريت واش فيها ديك الماده ديال الحشرات، ما فيها شي ما فيهاش حتى داك الماده اللي كتكون كتطلق واحد الماده حمراء نسيت الاسم ديالها، ما فيها شي. كذلك بالنسبه للنكهه ديال الشوكولات كاين النكهه ديال الكراميل، المهم ديك الماده تفكرت مسميه كارميل ديال اللي كتكون واحد بابوشة ولا حشرة اللي كتكون حمراء كتطلق في حد الدم اللي كتكون فوق الهندي، معرفتش شنو مسمي باللغة العربية نسيت شات. كاين هنايا هاد الفلفل الحمر هكذا مرقد كيكون بحال الشكل بحال كيكون بحال كيكون مشوي وكيكون مرقد، فيه 2 XL وفيه التخفيضات وفيه كيلو وقيلة على فيه كيلو كيعمل كان كيعمل 4 تقريبا 5 اورو، دابا كيعمل 4 اورو. صافي البنات هنايا غيكون كيتسالى الفيديو، نتمنى يكون عجبكم التتمة ديال الفيديو ديال اليوم اللي صورت معكم الجديد. بسلام عليكم بنات، في امان الله، فيديو مقبل ان شاء الله احلى واغلى متتبعات. بسلامه.